السلام عليكم ورحمة الله. يقول سائل: ما هي الأوقات المستحب فيها الدعاء؟ أولا، الدعاء ينبغي الإنسان أن يلهج لربه سبحانه وتعالى بالدعاء، إذ إنه سبحانه وتعالى هو الذي يجيب دعوة الداعي، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال عليه الصلاة والسلام: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا أن يدعو الإنسان دعاء مستغن، فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوة الداعي سبحانه وبحمده، وليدعو الإنسان دعاء موقن بالإجابة. من مواطن إجابة الدعاء التي وردت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الغيث ووقت الأذان وبين الأذان وإقامة وفي مواطن السجود وكذلك عند التقاء الجيشين، هذه من المواطن التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عند بأنها أماكن أو مواطن لإجابة الدعاء، وفي غيرها كذلك من المواطن، كذلك موطن السجود. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فليكثر الإنسان الدعاء لربه سبحانه وتعالى، فهذه كما قلت من المواطن التي يستحب للإنسان أن يدعو ربه فيها، فهذه المواطن من أحرى المواطن لإجابة الدعاء، والله أعلى وأعلم.